مش اي شويه بطاطس هوب هوب كده كانتالوب بنروح مقطعينهم ومحمرينهم ورمينهم في زيت ونتخن يجي الشتاء علينا نلاقي نفسنا قد كده. النهارده هنعمل وصفه كريب اساسها في عجينتها البطاطس. يلا نشوف هنعملها ازاي. وصفتي النهارده بقى زي ما قلت لكم اساسها البطاطس. قطعوها باي شكل تحبوه. دول 2 بطاطس كبيره وتقدري تعمليهم 3 بطاطسيات يعني حوالي كيلو بطاطس. هنعمل ايه؟ هنقطع البطاطس ونحطها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. خلاص نيه، انا ما سلقتهاش. نص كيلو البطاطس اللي انا حطيته حطيها، هحط عليه كوبايه لبن برده في الخلاط. بعد كوبايه اللبن عندي 2 بيضه هنحطهم برده في الخلاط. بعد ما حطيت البيض على اللبن على البطاطس هضيف نص كوبايه زيت او اقل شويه يعني ربعايه كده بس. بعد كده توابلي بقى، ملح، عندي فلفل، وعندي بابريكا، كمون، رشة سكر، وعندي زعتر، وعندي ايه؟ توم باودر. خلاص اخر مكون هحطه هو بيكنج باودر، معلقه صغيره كده بيكنج باودر بس كده. كده انا وصفتي خلصت. هنضرب ده كله في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى هنا عندي قوام البطاطس بعد ما اتضرب اهو سايل. طبعا انا عايز اعمله كريب فمحتاجه ايه؟ محتاجه كوبايه دقيق. هنزل برده شويه شويه لحد ما القوام ايه يعجبني، يعني اللي هو ممكن ما احطش الكوبايه كلها بس هي مبدئيا كده كوبايه دقيق. خلاص هحطها ايه بالمعلقه كده وهضرب لحد ما الاقي القوام تمام. بصوا بقى قوام الكريب البطاطس بقى بتاعي ايه. بصوا اهو اللي هي عجينه مش سايله قوي ولكن في نفس الوقت برده ايه متوسطه القوام. كل البطاطس ما تخلوش ولا فتفوت البطاطس مش مضروبه كويس. لحد دلوقتي الكريب بتاعي عادي جدا. خلاص انا عايزه بقى انكهه كده واخليه كريب طعمه حلو بحيث ان انا ممكن اكله حاف. هعمل ايه بقى؟ فلفل الوان اصفر اخضر احمر. هننزل على الايه؟ على الخليط ده. احنا خلاص ضمننا ان الخليط بتاعي قوامه ممتاز تمام. يلا هنقلب بقى ده. وعندي رشه شبت للي بيحبه، ما بيحبوش خلاص، ورشه بقدونس. واقلبه بقى كل الكلام اللي ريحته تجنن ده. وتعالى اقول لكم يلا هنعمل ايه. هنيجي بقى في طاسه كده على النار، نقطه زيت، وهنمسحها كالعاده كده بمنديل كده. طبعا تكونوا مسخنين الطاسه، وايه واول واحده معروفه يعني بتتاكل وانتوا واقفين. خلاص يلا. عايزه اقول لكم ان ريحه الكريب ده او الفطاير دي عامله زي ريحه البيتزا بالظبط. وانا بعملها دلوقتي ريحتها بيتزا، يعني كل اللي يشمها يقول لي دي بيتزا مش كريب ومش فطاير ولا اي حاجه. ريحتها عامله زي البيتزا، التوم الباودر مع الشبت مع الخضره والفلفل وكل المكونات اللي انا حطها قلبتها بيتزا خالص. طعمها رائع حتى حاف، ممكن تاكلوها حاف من غير ما تحطوا لها او تحطوا لها اي حشو. كريبتي الحلوه استوت من ايه اول وش. يلا نقلبها بقى نسويها تاني من الوش التاني. ريحتها رائعه. بصوا بقى كريباتي الجميله اللي بريحه وطعم البيتزا. حقيقي طول ما انا بعملها شم ريحه بيتزا. اسهل حشوه وابسط حشوه وما تكونش يعني مكلفه وموجوده في كل بيت جبنه وخيار. جبنه فيتا عندي، اي جبنه، جبنه كريمي، جبنه اي نوع جبنه ان شاء الله قريش، وعندي خيار. ممكن تعمليها بالجبنه القديمه والطماطم. حلو. انا هدهنها النهارده جبنه وخيار، عشوه بسيطه وخفيفه وطعمها حلو جدا. يعني انت مش عارفه اذا كنت بتاكلي بيتزا ولا كريب ولا فطاير ولا ايه بالظبط. حقيقي طعمها رائع، انت هتجربيها يعني هتحسي ان انت عملتي عمل عظيم لاولادك. بصوا دهلت كده اهو. اللي بيحب بقى اي ميكسات بقى يعني يمكسوا براحتكم. خلاص ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ جيب بقى ايه، عندي سكينه كده هقطعها من حته واحده. خلاص وهبدا ايه ارص الخيار عشان الف مثلثات كده 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 كده. حلو الكلام. يلا ابدا الف ده مثلث كده كده كده
كده خلاص. كريباتي اللي بالبطاطس اللي لا قليناها ولا خدنا زيت ولا دهون ولا كلفنا نفسنا ازازه ب70 جنيه علشان نقلي زيت، حولناها كده عشوه بسيطه وخفيفه وجميله وطعمها يعني بصوا هياخدكم في حته تانية خالص. جربوا الوصفه ولو عجبتكم قولوا لي في الكومنتس، لو ما عجبتكوش برضو قولوا لي في الكومنتس. اشوفكم دايما على خير يا رب. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.